إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحي الله الإخوة الكرام الحاضرين في هذا المجلس المجالس الذكر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المجلس مباركا علينا وعليكم وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة يعني اللي كاين في البيوت وما تيبانوش من الأحسن يعني يشرفونا ونشوفوا هذه الوجوه ديالهم طيبة النيرة. فعلى الصحابة لما كانوا يجتمعون في مجلس الذكري كان يسعهم الإزار إذا بوسعت صور يعني ثلاث فوقهم شي غطاء يعني يشملهم أجمعين يعني كناية ودلالة على أنهم كانوا يعني مجتمعين وغير متفرقين وتال اجتماع سبحان الله اجتماع الأبدان ينمو وفيه تفاؤل على اجتماع القلوب واجتماع الكلمة وكلما كان يعني ولاد شفت في الصفوف في الصلوات الخمس يعني ديك تسوية الصفوف مسألة مهمة جدا لا تسوون صفوفكم أو يخلفن الله قلوبكم يعني لا صف إلا ما تتقالش تقولوا ما تتقالش ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى يعني مستأنفين الحديث حول ما كنا قد طرقناه في الدرس الماضي حول سورة الفاتحة شكون اللي يقول لي السلام عليكم شكون في الإخوة اللي يقول لي يعني في الحصة اللي فاتت علاش ركزنا بالضبط في سورة الفاتحة السلام عليكم. دعاء بين الصراط المستقيم. هذا مزيان. يعني الحصة الفائتة ذكرنا على قضية
الدعاء العظيم الذي تضم صورة الفاتحة. هضرنا على واحد الدعاء كبير، دعاء جليل عظيم، علموا لنا الله تبارك وتعالى وفرضوا علينا، حيث ما عارفينش يعني مصلحتنا وما عارفينش ترى خيرنا الله تعالى وقال لنا اختاروا الدعاء اللي بغيتوا، ربما قد ندعو بدعاء فيه هلاكنا وفيه حتفنا وفيه شقاؤنا وضنكنا وهمنا وغمنا، ولكن من رحمته أن فرض علينا دعاء هو الذي اختاره لنا، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء ما جاش هكا حرفي، يعني الله تبارك وتعالى امرنا في الصلوات الخمس كما نكبر الله اكبر اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو اللب، هو ولكن شنو؟ شوف الله تبارك وتعالى علمنا وادبنا كيفاش كيف نسأل الملك سبحانه وتعالى، وكيف نسأل رب العالمين رب السماوات والأراضين. ربنا احنا واقفين بين يدي رب، بين يدي إله، وما أعظمه من إله الذي خلقك وصورك وعدلك ورزقك وأوقفك بين يديه وعلمك ماذا تقول له. شوف الرحمات هذه المتتالية، فين غيبقى الإنسان؟ وشنو تسوي؟ يعني احنا واقفين أمام الله تبارك وتعالى والله عز وجل كاين مناجات، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، حديث أبو هريرة صحيح مسلم، ثم بعد ذلك تقول الرحمن الرحيم، يقول الله تبارك وتعالى مجدني عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول لك الرب تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شوف المقدمات، بدينا بالحمد، انت باغي تطلب الله تبارك وتعالى بديتي تحمد، تحمده الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك اثنيت عليه، الحمد بعد الحمد هو الثناء، ثم قلت الرحمن الرحيم، اثبت له اسمي الرحمن والرحيم وصفه الرحمه، ثم اثبت له الملك في الدنيا والاخره، يعني وهنا خص يوم الدين بالذكر لعظامه ملك يوم الدين. شوف هذا ثناء عاطر اللي ربي عز وجل هو اللي علمنا ايضا كيفاش نبداو المقدمه وكيفاش نقدموا لهذا الدعاء الكريم، ثم بعد ذلك تقول له اياك نعبد واياك نستعين، را نعبدك ولا نعبد غيرك ولا نعبد إلا أنت، ونستعين بك على عبادتك ولا نستعين بغيرك. هذا الشيء كامل باش الاخر تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن علاش؟ لأن إذا هديت إلى الصراط المستقيم فقد هديت إلى كل خير. صافي، يعني ما بقاش الكلام معك، صافي انتهى، السعادة الدنيوية والأخروية سعادة أبدية، انتهى الأمر. لأن عرفتي شنو هي الصراط المستقيم؟ باش ما يبقاش واحد يكذب عليا الشيطان ويكذب على راسي ويقول لك أنا راني الصراط المستقيم، هذه الفكرة صافي كررناها وعاود كررناها باش الإنسان ديما يتهم نفسه شي شوية. الصحابة راه كانوا تيتهموا نفسهم بالنفاق، عمر وما أدراكم ما عمر، وكان يسأل حذيفة هل ذكره له نبينا عليه الصلاه والسلام، وكانت تمشي عند حذيفه تقول هل سماني لك رسول الله. شوف عمر رضي الله عنه تقول دابا كون حنا
جا شي واحد قال لك غنحس بالمرافقين ديال هاد البلده انت تقول ما يمكنش انا ماشي معاهم غيكون فلان وفلان وفلان وشوف هذا عمر والحديث ديال ابن ابي مليكة قال ادركت اكثر من 20 صحابيا كلهم يخشى النفاق على نفسه لا تخاف يكونوا منافقين لان ذاك الاعشاب بالنفس وديك النرجسيه هي اللي حبطات الاعمال وقتلات الخشوع وقتلات التبتل الى الله تبارك وتعالى انسان صافي اعجب بنفسه وظن المسكين انه على الصراط المستقيم وهيهات هيهات الصراط المستقيم راه اعطى ربي الانبياء هذوما المنعم عليهم واعطى الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انت بسهوله يعني تدعي انك على الصراط المستقيم اذن ونحن يعني واقفين امام الله تبارك وتعالى في الصلوات الخمس اول شيء بدا نفتقر ونستشعر اننا ربع كل البعد ونريد ان نتقرب ونقترب الى الله تبارك وتعالى ثم ونحن نقرا الفاتحه او نستمع الى الامام وهو يقرا الفاتحه يجب ان نستشعر هذا الدعاء ونعيش مع الفاتحه من الاول لان ابليس اش تيدير تركز لك على الفاتحه هي تفوت الفاتحه ويقول يلاه تخشع دابا وهي تخشع واخا تقرا لك 60 حزب ماشي بحال الفاتحه شحال واحد دابا وتتوقع هذه الصلوات بحال التراويح وكذا تيتسنى يدوز الفاتحه خلاص عاد بغا يتسنى طوا زعما قال لي ولا فاتك الفاتحه صافي والله ما تدركها بوحدها هي شنقول لك ثقيله ما تعوضش صافي شتيه يقول تسمع ولا الضالين امين وما تبعتيش معاها ايه عزي راسك ومشات لا تقول ايه راه مزيان تعاود تتبع معاها في القران الكريم من بعد الفاتحه ولكن راه ما يمكنش تعوض الفاتحه ابدا فاتحه بوحدها ثقيله وفرض ركن ركين واصل الاصيل وهي القران السبع مثاني والقران العظيم اليتيمه الفريده التي لا نظير لها ولا مثيل لها بمعنى مشات ايه بكي على راسك ومنين تسالي الصلوات الخمس او لا تسالي ديك الصلاه وعاود استشعر قول مشات لي الفاتحه وتبكي الا ضاعت لك الفاتحه وما عشتيش معاها والله الا خصنا نبكيو على راسنا انك توقف صلاه فرضها الله تبارك وتعالى وستعرض عليك والفاتحه هي لبها وجوهرها وما عشتيش معاها بمعنى ما انت تلعب بمعنى ما كاين يعني داكشي باش ما تهديناش الصراط المستقيم حيت كون عشنا مع الفاتحه من اولها الى اخرها واستحضرنا هذه المعاني ودعينا بالدعاء الكبير العظيم اللي هو السؤال بالهدايه وقلنا ديك اهدينا الصراط المستقيم ولذا ذكرت ديك المره كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يعني نفيس في البال هو يقول فيما معناه ان احنا فاش نصلي ونطلب الله تبارك وتعالى الفاتحه في صلاه فانت تسال الله عز وجل ان يهديك الرشد والهدايه في جميع حيثيات وتفاصيل حياتك من ديك الصلاه حتى الصلاه الاخرى قبل مثلا احنا صلينا العشاء ياك اربعه المرات طلبنا الله قلنا ليه اهدنا الصراط المستقيم جوجة شهرا سمعناها وجوجة سرا ياك بمعنى اذا كنا صادقين في سؤالنا الهدايه عرفتي كيف غدوز عندك هاد الليله ولا من دابا حتى الصبح لانك طلبتي الله الهدايه وطلبتي الله يهديك الصراط المستقيم ديالنا الصراط راه ديال الانبياء بمعنى اليوم غتعيش حياه الانبياء شكون فين مستعد يدوز هاد الليله ديال الانبياء حياه الانبياء والصديقين تصور هاد الليله تعيش انت بحال ابو بكر تصور والشهداء والصالحين وحسن اولئك رافقا يا راه طلبتي الهدايه وقلتي اهدنا الصراط المستقيم ووكدتي وقلتي الصراط الذين انعمت عليهم زدتي وكدتي وقلتي
ماشي يعني الصراط المستقيم، ولاني هذاك اللي نعمتي به وعطيتي لهذوك الناس الفضلاء ما راهش المغضوب عليهم وماشي الضالين، ماشي اليهود ماشي النصارى وماشي من كان على شاكلته. ايوا بما انه واش ماشي سعاده هذه انك تطلب الله الهدايه وتعيش حياه هاد الناس هذو، بما انك تكون موفق في جميع امورك، تكون موفق في ديك الساعه مور هذيك الصلاه، تحس بالتوفيق في علاقاتك، توفيق مع مراتك، توفيق مع ولادك، لان غتولي تعامل مع ولادك كما الانبياء عملوا ولادهم، مرتك تعاملها كما الانبياء، كما الصديقين كما الشهداء تيعاملوا عيالاتهم، الجيران، الدنيا غتشوفها مزيان على حقيقتها كما شافوها. بمعنى كي غيكونوا اخلاقك، كيفاش غتكون ليلتك مع الله تبارك وتعالى والانس به سبحانه وتعالى. اذا نكون واضحين، راه ما تنطلبوا لا هدايه، راه تنقولوا اهدنا الصراط المستقيم، ولكن راه تنقولوا هذا هو الواقع، حنا هي تنرددوا صافي تبرمجنا بحال شي واحد تبرمج اهدنا الصراط المستقيم الصراط صافي دوز، ما عايش هاد المعاني نهائيا. ولهذا انا حبيت اليوم نقرا عليكم كلام ديال ابن القيم رحمه الله عليه، كلامه على الهدايه والحيثيات اللي ذكر في قضيه اهدنا الصراط المستقيم، باش تبان لنا حنا تنطلبوا الله الهدايه نستحضروا هذه الامور هذه كلها. قال ابن القيم رحمه الله عليه: ثم ليتامل العبد ضرورته وفاقته الى قوله اهدنا الصراط المستقيم الذي مضمونه معرفة الحق، أولا معرفة الحق، وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه، فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقرا الى هذه الهدايه في ظاهره وباطنه بل وفي جميع ما ياتيه ويداره من امور فعلها على غير الهدايه علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي من الهداية. ثم تذكر تفاصيل. المهم اش قال ابن القيم في هذا الكلام؟ قال لك خاص العبد يتأمل، يعيش دماغه ويتدبر هذه القضية ديالك، بعدا يحس بالضرورة ديال أنه محتاج لهذه يعطينا الصراط المستقيم. راه مشكلتنا هو الاستغناء. علاش الله تعالى اش قال؟ كلا ان الانسان لا يطغى، تجاوز الحد، انت ان راه هو شاف راسه، هو فاعل مفعول به، راه استغنى، فاش يحس الانسان بالاستغناء ما تيتلذذش بالحاجه. وراك ضربت واحد المثال لعقلته ديال الدواء، واش دابا مريض عارف الدواء ديالو وهذاك الدواء الا ما داروش غادي يكون فيه غادي يكون عنده هلاك، وما كاينش الدواء مثلا ما موجودش، وبحثوا صيفطوا سول وكذا وجا من دوله بعيده جدا، وعارف الضروره ديالو لهذاك الدواء واحتياجه وفقره وفاقته لهذاك الدواء، واش بالله عليكم فاش غيجي هذاك الدواء كيف سيتلقاه؟ واش غيتلقاه بحال مشى شرا كاينه ديال السبرون من الحانوت موجوده، ولا غيتلقاه بقوه ويدي يحطو فشي بلاصه ماشي عادية وحاضيه وعندك وكذا، بمعنى انه هو حاس الفقر ديالو لهذاك الدواء. فكذلك نحن ايضا اذا استشعرنا حاجتنا وفقرنا اكثر من النفس اللي كنتنفسو واكثر من الماء والشراب اللي كنشربو، نحسو ضرورة احتياجنا للهداية للصراط المستقيم. بمعنى تصور راسك انت عايش واكل شارب وغادي في طريق جهنم، واش تتمنى تموت ولا شتي تتمنى تموت وتموت على الهدايه وما تبقاش مستمر
رغم انه الان الناس علاش الدبس ماكلا اشراب نعاس راحه، هذه بمعنى مقومات الحياه الدنيا باش الانسان يبقى عايش، بل يعني زنات تفننا ولا تفكر في الرفاهيه شيا مستوى العيش، تفننا في العيش. اما هو الاصل راه العباده وطريق الجنه والمتعه في الجنه ما كاينش هنا، هنا مكان منافسه عباده فقط. يعني ممكنش ما خطاش الله باش الناس صافي تمتع بها وصافي وانتهى الامر من الله. اذا احنا محتاجين للهدايه، محتاجين للهدايه لان ما بعد الموت رحله طويله جدا. اذا فانت محتاج للهدايه، لا ما كنتيش على الهدايه راه كارثه، راه فين غادي؟ اذا احنا محتاجين اكثر من اي شيء. اذا نستشعر فاقتنا وفقرنا بعد هذا الدعاء، وثم نحمد الله عز وجل اللي علمنا بعد هذا الدعاء وفرضوا علينا ورانا كيفاش ندعيهم وجعلوا فريضه في الصلوات الخمس وما خيركش. تصور دابا حنا يكون يخيرنا، يا تصور ربي دابا يكون خيرنا قال لك يلاه غتقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، ويجي شي حديث مثلا يقول لك اختار الدعاء اللي بغيتي، نقدروا نتلفوا كل واحد اش يطلب، شنو يطلب على امور ديال الدنيا، شي بغا الدار شي بغا الطوبيل شي بغا المرا شي بغا الفلوس شي بغا هادي شي بغا كذا، المهم غادي تلقى الدور علاج، لكن لا ربي قال لك هادي قول انا عارف مصلحتك قول طلب الهدايه لعل الله لعلك شي مره تكون يعني صادق ومتخشع وكذا والله عز وجل يمن عليك وينعم عليك ويجعلك مع هذوك الناس فعلا في الصراط المستقيم، وبالتالي انتهى الامر ديالك. والهداية نرجع فنقول اشنو هو مضمونها؟ اول شيء في الهداية بعد معرفة الحق، لان ما كاينش شي هداية بجهل، تهتدي شي حاجة بما تعرف وتعرف بما هو الحق اللي بغى الله تبارك وتعالى. مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته، ها انت عرفتي الحق، ولكن من الهداية انك تقصده وتبغيه وثم تعمل به، ومن بعد فاش تعمل به تبقى ثابت عليه، ثم انت عملتي به عرفتي ومشيتي به وعملتي به وبقيتي ثابت عليه، بعد ذلك شنو؟ تيبقاو فيك الناس يقولوا وانا في سعاده في متعه في عباده في كذا، والناس مساكن. اذا تدعو اليه تولي تجيك الغيره وخدمه هذا الدين، تولي تدعي الناس لهذا الحق اللي انت من عليك الله به، ثم انت تدعي سنة كونية لا بد الناس بطبيعتهم لا يحبون الناصحين، وما تبغوش يعني خص تمشي مع الهوى ديالو، فهمتي؟ بمعنى انا ما كاينش شي واحد اللي تقبل الدعوة بكل سهولة، لا بد من الإذاء، وبالتالي صبر على ذاك الأذى. هذه هي المراتب الخمس ديال الهداية. ولهذا ابن القيم اش قال؟ قال ولما كان العبد مفتقرا الى هذه الهدايه في ظاهره وباطنه بل وفي جميع ما ياتيه ويذره من امور فعلها على غير الهدايه علما وعملا واراده فهو محتاج الى التوبه منها، وتوبته منها هي من الهدايه. بمعنى دابا حنا نضرب على المسلمين كاع واقفين تيقولوا اهدنا الصراط المستقيم، كاين من هاد المسلمين اللي هو اصلا على غير الهداية، لا في العلم ديالو، يعني هو يعلم أمور على خلاف ما هي عليه، بمعنى هو ضال حتى في العلم ديالو، وفي نفس الوقت تيعمل بهذاك الضلال ويريد هذا الضلال. وشوف هذا دابا حاجته للهداية شحال، تصور واحد دابا علمه ضلال، يعني معتقده وما جزم عليه قلبه كله ضلال، ما كاين لا في كتاب ولا في سنه ولا عمل يعني جاء عن الصحابه ولا التابعين، ضلال من البدع والخرافات المعروفه وانتم تعرفوها. ها هو يعني علمها وبات يحفظ في الاوراد التي ما انزل الله بها من سلطان، وتحفظ في الخزعبلات وشي اذكار ما كاينه كاع يم اختراع الابالسه ديال الجن وديال الانس، وبات معمر بها راسه ويعتقدها علما وهي الخرافات. هذا على مستوى العلم عنده ضلال،
ما مهديش هذا، رغم انه يسال الله الهدايه وتقول اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى هذا لا علما ولا حتى عملا يعمل بها ولا حتى اراده يريدها، هذا هدايته شنو هي؟ فاش غيقول اهدنا الصراط المستقيم وصادق، هدايته انه غيتوب وغيتمكن وغيوفق الله التوبه من هذا الضلال، لا على مستوى العلم ولا على مستوى العمل ولا على مستوى الاراده. اذا هذا امر. ثم الامر الثاني قال وامور قلب هدي الى اصلها دون تفصيلها، فهو محتاج الى هدايه تفاصيلها. ممكن مثلا انسان اهدي الله تبارك وتعالى واحد الاصل معين هو عارفه، ولكن ما هداش الله تبارك وتعالى التفاصيل ديال ذاك الامر. ناخذ حنا مثال الصلاه مثلا، انت الله تعالى هداك الصلاه وتصلي، ولكن واش الله تبارك وتعالى هداك لجميع حيثياتها وتفاصيلها واسرارها وحكمها؟ ما يمكنش. يعني مازال ما عرفش اسرار السجود ولا اسرار الركوع ولا اسرار التشهد اللي كتشهد، ولا بمعنى حيثيات الصلاه كلها باقي ما تهديتيش لها كلها. انت مهدي في الاصل ولكن باقي محتاج لهدايه ديال التفاصيل. ولهذا داكشي باش ابن القيم كتب في اسرار الصلاه مثلا، وعلماء من غير ابن القيم. اذا فانت محتاج وانت تسال الله اهدنا الصراط المستقيم ان يهديك الى تفاصيل الشيء، وان كان قد هداك الى اصل الشيء. ثم ايضا امور قد هدي اليها من وجه دون وجه، فهو محتاج الى تمام الهدايه في كمالها على الهدى المستقيم، وان يزداد هدى الى هدى. هذه تتشبه الاخرى. مثلا ممكن في واحد الامر معين يهديك الله تبارك وتعالى لواحد الوجه، ووجه اخر لا علم لك به وما هداكش الله ليه. اذا فانت ديما طامع في الله تبارك وتعالى يهديك هدايه تامه من جميع الوجوه. وهذا شيء عزيز، ماشي شي حاجه اللي سهله، بمعنى انسان سهل يدعي ولا انا راه يعني عندي هذه الهدايه كلها. وامور هو محتاج فيها الى ان يحصل له من الهدايه في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها. مثلا الله تبارك وتعالى فعلا هداك لواحد الموقف معين، وهداك لواحد الخلق معين، هداك للصراط المستقيم في هذاك الموقف. بعض المرات ما تتوقعش تتحس راسك فعلا في شي موقف معين، مثلا تملكتي نفسك مزيان. السلام عليكم. السلام عليكم. مثلا تكون شي صراع ولا استفزاز ولا جدال نساق ليه مثلا، او لا مثلا شي حد ممكن يوسمك بشي وسمه، ولا المهم شي حاجه اللي تجعلك انك تغضب وتتكلم وبث تنتقم، ومع ذلك تصبر وتكظم غيظك. هذه غتكون واقعه لبزاف منا. اذا في هذه اللحظه هذه هدايه ولا ماشي هدايه؟ بمعنى في هذا الموقف هذا وفي هذه اللحظه هداك الله تعالى الصراط المستقيم. لا ربما شي مره في الفاتحه قلت لها انت صادق، قلت اهدنا الصراط المستقيم، وفعلا في ذاك الموقف هداك. الخلق الانبياء الصديقين ديما نرجعوا لها، والصديقين والشهداء ها والصالحين هداك صبرتي. مثلا دخلتي لقيتي المراه دايراها مع الدخله عطاتك اربعه القنبلات متابعين، ولقاتك ناشط مع راسك، عطيتي انت واحد الابتسامه عريضه، هذا خلق تفرح به انت مع راسك، الحمد لله توفقت. ولكن انت تهديتي ليه، ولكن ممكن مستقبلا ما تهداش ليه، ياك؟ اذا فاش تمشي تقرا الفاتحه مباشره وتقول لك اهدنا الصراط المستقيم، استحضر ان يوفقك الله لمثل هذا الخروج حتى في المستقبل، وتبقى تابت عليه، بما تكون دائما هذا هو خلقك. هذه الهدايه ديال الصراط المستقيم يوميا يوميا، واش زعما من لعبات الله تعالى فرض علينا نقول اذا نعاودوا كنلعبوا هنا. ايوا اهدنا الصراط المستقيم 17 مره تعاود فيها، هذا الشيء الفريضه. راه بمعنى خص هذا الشيء كامل يبان لنا، ونحسوا بحاجتنا في هذا الخلق معين، في هذا الموقف، في هذه الفكره، في هذا المشروع، في هذا التعامل. انت محتاج الهدايه في هذا الشيء كل شيء. راه الفاتحه هي الحياه، هي الدنيا كامله. بمعنى علاقاتك وتجاراتك وصفقاتك، انت محتاج الهدايه في الصراط المستقيم. الا ما تهديتيش راه مشيتي. داك الشيء باش تتكرر وغاديه، وخصنا دائما نبقاو معاها يوم على يوم. ثم قال رحمه الله عليه وامور هو خال
عن اعتقاد فيها، فهو محتاج إلى الهداية في اعتقادا صحيحا. مثلا بعض الأمور خصو يعتقدها، ومن الأمور اللي فرضها لله تبارك وتعالى، هو تلقى قلبه وخالي منها، ما كايناش قلبه قاعد العقيدة هذه ما عندوش، هو ما منتبهش لها نهائيا، ما مستحضرهاش. فهو فاش يطلب الله تبارك وتعالى الهداية، بمعنى الله تعالى يقذف في قلبه هذاك الاعتقاد وبشكل صحيح، أن يعتقده ويعتقده بشكل صحيح على وفق الكتاب والسنة. هذا ثالث نوع من الهداية. ثم قال أيضا وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل وتثبت فيه ضده. مثلا إنسان يعتقد هو أن الصفات ديال الله تبارك وتعالى لا تتجاوز 7، أو لا بحال المعتزلة اللي قال لك لا الله تعالى ما كاينش عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني ينفون جميع الصفات. هذا اعتقاد باطل هذا ولا لا؟ وهاد الناس هادو هاد المعتزلة نهضروا عليهم حنا، راه كانوا تما تيصليو، عندك شي واحد يتسمع معتزلة ما تما تيصليو تيقولوا اهدنا الصراط المستقيم، بل بالعكس كانوا فيهم الزهاد والعباد اللي والله ما نوصلوا لهم حنا في عبادتنا. حنا لا عطينا ربي عقيده مقاده فابور سبحان الله، فابور هكاك. واحد سميتو عمر بن عبيد، هذا كان من المعتزله دوك المتشددين للاعتزال ومن المقصرين للاعتزال، وكان عزيز على الخليفه ديك الساعه هارون الرشيد ولا هارون الرشيد غالبا، وكان عنده واحد الدينار هنا بحال ركبة العنز كما قال في الترجمة ديالو، كتب ما تيصلي وتيعبد الله تعالى عنده في جبهته واحد خارج عليه من كثر السجود. راه بلا ما نهضرو على الزهد ديما هو يعني تشامير تيلبس فيه ويعاود يلبس فيه ويعاود يلبس فيه ويعاود يلبس فيه، والي تا هو اللي كاين ومخبر حالة ما بزاف، لدرجة حتى الخليفة شي مرة قالها ليه، قال لهم كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، كما قال لهم كاع انتم طماع تيهضروا على العلماء اللي كانوا في ذاك الزمان خلاص اللي متقربين ليه وكذا، وهذوك ما عمر خلا منهم لا زمان ولا مكان، ديما هذو كاين هذاك الناس اللي هو تيبغي غير المصالح ديالو الشخصيه فقط، لا لهم دين ولا مله، مرتزقه. هذا عمرو بن عبيد على ضلاله وبدعته وكان شريف عزيز ما كاينش، قال الخليفه قال لهم قال لهم كلكم طماعين لهذا، هو كان ضال على مستوى الاعتقاد. اذا هذا فاش غادي يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ اذا فعلا قالها فعلا والله تعالى استجب ليه، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويهدي ما يشاء الى صراط المستقيم ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. هذا يتهدى بمعنى الله عز وجل سينسخ اعتقاده الباطل ويبدله به اعتقادا صحيحا سليما، نقول له على اعتقاد اهل السنه، ويثبت الله عز وجل الاسماء ويثبت له الصفات بغير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ويكون هاني مع راسه. ولكن ما تهداش للاسف. اذا هذا شيء. ثم ايضا قال وامور من الهدايه هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة. يا تصور هذه حنا تنطبق علينا 100%، شحال من حاجة حنا قادرين عليها. أنا نعطيكم معكم أمثلة بسيطة، شكون دابا فينا بالله علينا حنا دابا اللي ما قالش هاد الليلة صلي 7 ركعات؟ يوي 7 هنا، أنا نروح لها 5. شكون فينا اللي ما قالش هنا ما يمكنش الا صلاه وغيصبح ميت ولا غادي يدوز لابيلانس ولا شي مشكل غيصبح عليه؟ بمعنى حنا قادين ولا ما قادينش؟ نكونوا صادقين، قادرين ولا ما قادرينش؟ كلنا راه دابا قادرين نوقفوا هاد الليله 5 ركعات نحقوا مطرقهم بخشوع وكرامه وتجويد وكذا ونقوموا بهم الليل. سؤال اخر، شكون فينا اللي ما قادرش يصوم هاد الايام هذه؟ هاد الايام هي القصيره كاع، دابا المغرب
بسرعه ما تيجي. شكون فينا اللي ما قادرش يصوم الى صوم يزور كومو؟ يعني قادرين ياك وانا في كاين مشكل. المشكل ما خلق الله سبحانه وتعالى ما خلقش الاراده في قلوبنا، ما خلقهاش ليك نزعها منك حيت ما تطلبهاش. انت فاش كتصلي الفاتحه ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم، هي ما تتجود فيها ولكن راه ما في قلبك راه ما كاين تجويد، بمعنى ما تطلبش الله عز وجل وانت تطلب الهدايه الصراط المستقيم في اعلان انك الامور اللي انت قادر عليها تطلب الله يخلق الاراده في قلبك وتحس براسك باغيها. ولهذا شحال مره شي عمل مسؤول هذا خلاص درتيه، كيفاش اش وقع؟ سبحان الله انا درت هذه علاش؟ لا ربما الله استجب لك واحد النهار قلتي اهدنا الصراط المستقيم صادق وخلق الله الاراده في قلبك، راه حيت الاراده راه خلق من الله، لا تسحب راسك انت اللي بغيتي. شحال واحد درت زعما هو انا درت كذا، راه او راه هذه من اسماء الله تعالى الاول والاخر، ومعناها الاول الذي يخلق في قلبك اراده الخير ابتداء، والاخر هو الذي يوفقك لفعل هذا الخير. ثم تابوا ليتوب الله عليهم. عليات الله التي خلق في قلبك إرادة التوبة ثم بعد ذلك يوفقك لها ويقبلها منك. إذا شحال حاجة احنا قادرين نديروها ولكن أنت تشوف فيها القادر وما قال الإرادة ما كاينش في قلبك، أنت تشوف وصافي قادر تصدق قادر تنفق ولكن الاراده ما كايناش في القلب. اذا فاش تطلب الله هدايه الصراط المستقيم بمعنى الله يخلق لك هذه الاراده في قلبك، ما باقيش تلقى ديك الساعه المشكل صافي. ولهذا الناس دابا تسحب عندك شي واحد يتسحب الناس تيقوموا الليل وتصوموا النهار ويصدقونا سرا وعلانيا، راه زعما تيديروا شي مجهود ولا راه مكرفسين، راه لا ربي خلق الاراده في قلبهم تيديروا هادشي. تيدير بحال انت باش تشرب الماء وتاكل صافي عادي، إرادة خلق الله في قلوبهم فهم يعملون هذه الأعمال وييسره الله لهم لأنهم سألوا الله الهداية في سورة الفاتحة وقالوا اهدنا الصراط المستقيم يوما ما بصدق فهداهم الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريد لها فهو محتاج في هدايته الى اقدار عليها. وكان عاوتاني شي امور انت باغيها وما قادرش عليها، شحال حاجه بغيناها كما قدرناش عليها. شكون فينا اللي ما باغيش مثلا يمشي دابا لمكه المكرمه مثلا ويدير عمره؟ كلشي بغيناه. شكون فينا اللي كره يمشي للحج العام الجاي يحج بيت الله الحرام ويرجع كيوم ولدته امه يرجع نقي؟ شكون كاع باغي؟ وانا واش كاع قادرين؟ كاع قادرين لا ماديا ولا معنويا؟ لا. اذا هنا فاش تقول انت اهدنا الصراط المستقيم نعطيك مثال بالحج والا امثله كثيره جدا. تطلب الله الهدايه الصراط المستقيم بمعنى باش يخلق لك الله في قلبك القدره ويوفقك للقدره، مع انك انت مريد اذا خصك على القدره، فهذه القدره هي خلق من الله تبارك وتعالى ويوفقك لفعلها. ثم قال وامور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها، ما قادر عليها وما باغيها، فهو محتاج الى خلق القدره عليها والاراده لها لتتم له الهدايه. وشحال من حاجه انت ما قادرش عليها وما باغيهاش، وكاينين فينا دابا اللي ما قادرش على الحج وما باغيش الحج، علاش؟ ما كلشي باغي. فانت تطلب الله فاش تقول اهدنا الصراط المستقيم تستحضر انه الله تبارك وتعالى يخلق لك بعد الاراده والقدره بجوج وتكمل لك الهدايه كامله مكموله. وامور صافي هذه اللي بقات ما كاينش بزاف. وامور هو قائم بها على وجه الهدايه، اعتقاد هذا دابا زعما اللي صافي نقولوا كاع تجاوز هادشي وهذا مزيان شاف الطريق، هذا قائم بها على وجه الهدايه اعتقادا واراده وعلما وعملا، هذا صافي
خلى الله الإرادة والقدرة وبالعلم وهو يعمل بمعنى مزيان. هذا فاش يقول لدينا الصراط المستقيم شنو المقصود عنده؟ صافي واش استغنى على الصراط المستقيم هذا؟ دابا شي واحد هكا داير صافي عطاه الله العلم وعطاه العمل وعطاه القدرة والإرادة هذا يقولوا هذا صافي هذا مابقاش يقول لدينا الصراط المستقيم هذا صافي وصل. لا هذا فاش يقول لدينا الصراط المستقيم فهو محتاج إلى الثبات عليها. شكون قال لي ما يثبتش على هادشي؟ فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها واستمر عليها. فكانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات، لأن إذا درتي شي نعمة ودرتي شي حاجة تتخاف على تمشي ليه، وبالتالي أنت تولي تطلب الهداية أكثر، لربما يسلب منك الله عز وجل الخير، وهذا يحصل. شكون فينا اللي باقي عايش دابا لا الحلاوة الأولى ديال فاش يالله فاق وترك واحد الحلاوة تتكون قليلة تعاودها، واحد الخشوع، واحد الإقبال على الله، واحد البكاء، واحد الفرحة، واحد الهمة، واحد وسبحان الله هي تبدا واحد المدة والإنسان تبدا تطفى 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 تبقى الهيكل مشى. اش وقع؟ اش وقع؟ الله تعالى ضوك ولكني ما تبتيش وبقات غادي عندك الامور هكا 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 وصلت واحد الوقيته لقيتي راسك انت خاوي الوفاق ما كاين حتى شي حاجه. اذا هنا ما عليك الا ترجع وان عدتم عدنا تلقى الله عز وجل يتسنى فيك يرجع يرجع. وانت في ديك الايامات الاولى فاش فرحتي ديك الفرحه وداك النشاط وداك البكاء وكذا اش وقع لي ديك الساعه؟ اش المشكل؟ راه ديك الساعه الفرحه ديال الله انعكست عليك وتعطيك هذاك الشيء، لان فرح بك الله فاش رجعتي وتبتي بعد ما كنتي ما كاين كاع في هذا العالم رجعتي. الله تعالى الحديث المعروف ان الله عز وجل فرح بتوبتي العبد مثل ذاك اللي كانت مع الراحله ديالو في ارض فلاه ثم يعني عليها طعامه وشرابه فلما يعني انفلتت منه وأيس من الحياة يعني استلقاه وينتظر الموت حتى يعني رفع رأسه فإذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فبكثرت الفرحة ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا العبد. بمعنى شوف الفرحه ديال الله عز وجل عليك انت فاش ترجع، انت فاش رجعتي في ديك اللحظه راه هي عمل قلبي بسيط توبه. شنو هو الرجوع؟ توبه في قلبك توبه صادقه تقول استغفر الله وتقول السلام عليكم وتعزم انك ما باقيش هذه القضيه ديرها، هذه توبه في ديك اللحظه فرح بك الله تعالى، وفي ديك اللحظه عشتي انت هذيك الاجواء راه يفرح بك الله تعالى. ماش تزاد عليك شنو زعما؟ التوبة دائما متجددة ومستمرة، ما كاينش عمرة، واش عدم توبوا عمرة نسقوا؟ ياك النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان يتوب في يوم مرة؟ هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، 100 مرة، وأنت تبتي مرة صافي وبخير شديت الصراط المستقيم، يوميا توبة، يوميا تذكر الذنوب، استغفر الله وأتوب إليه، نغلط دابا مباشرة موراها وحديت توبة، استغفر الله وأتوب، وصادقة ماشي بالهضرة، بمعنى تعزم شروط معروفة. ندم تندم عليها وتعزم على عدم العودة ياك وتقلع عليها ولا كان من المظالم رد للناس المظالم ديالو هذه هي التوبة. راه في ديك اللحظة تيوقع هادشي كله ويعاود الله يفرح بك ثاني ما تيملش من الله لا يمل حتى تمل يفرح بك الله تعالى وتعيش ثاني ديك الأجواء وهكذا حتى تلقى الله تبارك وتعالى. يعني وحنا راه معرضين للخطر ما يمكنش تحاول شي واحد صافي مغيب غادي تطيح اليوم وتنوض وتطيح وتنوض المهم ما تلوح الرايه ما تلوحهاش راه غادي تغلط. ولهذا شوف الله تعالى اش قال سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت هاد الجنة اللي عرضها السماوات والارض لمن تعدات
المتقين شكون هما؟ حتى هادو هما المتقين، ها هادو نهضر عليهم شكون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. زيد هاد الناس هادش والذين إذا فعلوا إيش؟ الفاحشة هادي الفاحشة ماشي خطأ عادي فاحشة ولكن واش لا حرايا لا اشنو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله ديك الساعة مباشرة طق توبة الباب مفتوح توب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ما يغفر الذنوب إلا الله شكون يغفر ياك ربي تيغفر واسع الرحمة والمغفرة من شكون خلاص والذين إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله زيد هذا هو السر ثم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بمعنى ما كانش الإصرار فقط تحيد على الإصرار مرة تطيح وتعاود تنوض وتعاود تطيح أنت ما باغيش تطيح ولكن غادي تطيح هذا بنادم هكا داير خطا هذا قهرنا الله بطنو منا بلا نكونوا ملائكة الله قهرك باش ديما تهرب تحضر راسك شي شوية لأن ما ربما يضرب واحد الكيبل واحد العشبة شكال عاود تاني ولكن طق تجيك شي ذنب تتحضر راسك وتتنكسر تقول أنا لا شيء وترجع للعبودية ديالي أنا شحال واحد دابا تيدير شي عبادة وهادي وشوية تيحس براسو وكذا تيولي يبان ليه كلشي مشقلب تيولي يبان ليه كلشي مقلوب هو اللي مريقل هو راه هو أغلبو بالدارجة هذا مهم المهم هذا الدعاء هذا باش ما نطولوش حيت ماشي المهم هو كثر الهضره المهم حنا نفهموا حاجه بعدا في هذا الدرس هذا نخرجوا بها فاهمين عليها ومتعرفين عليها هي هذيك هدينا الصراط المستقيم ماشي على هضره دعاء كبير وهذا الدعاء خاصك تستعد ليه وتوضا مزيان وتوجد ليه وفهمتيني وحيد قاع التبرزيط قاع التشويشات اللي غتشوش عليك الزقا وتفكر منه يسمع الاذان مع تسمع الله اكبر الاذان ايوا ها جاي لقيتها فين غادي نطلب هذيك الهدايه لان راه شي مره راه تهديتي صافي قاع اعمالك تتكون موفقه مباركه بحال الانبياء تبي تعيش حياه الانبياء شتي اي حاجه درتها صدقه ما تهديتيش راه كما قلت ديك المره راه مسمار بغيت تضربو بحال يجرحك يعوج ديك صبعك ما تهدي ما هداكش الله هذاك العمل ما تهديتيش بقيت تخربق ولا شحال من تلقى ملفات وكلشي مثل انا تنقول دابا شوف حنا تنصليو وتنطلبو الهدايه وتخطر تطيح وتخطر تنوض ومشكله ما بالك تصور شي واحد ما تيصليش يا لا مشكله قداش هذاك هي اي جلد ما عرفت ما كاينش نعبر عليها والله ما عرفت بمعنى جميع الملفات من شي داخل في شي تاع حاجه مرتبه كلشي مربج عرفتش ملي الصلوات الخمس راه توقيت هذاك راه اوقات علاش ما دار اوقات اوقات كل حاجه تتقى في المواعيد ديال المسلم اللي هو حر بالصلوات نتلاقاو بعد العصر قبل المغرب مورا العشاء مورا الصبح شوف كثير تبلاصو بالصلوات وهذوك الصلوات الله تعالى دارهم عندهم علاقه بالكون الشمس والقمر ها وكل حاجه شاده اش قال الله تعالى في سوره ياسين فاش يتكلم على الشمس والقمر اش قال الشمس قبال قبال وآية لهم مزيان من تما وآية علامة وآية لهم ليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ماشي غادية غادية مرد داكشي غادي دقيقة والثانية وجزء من المئة غادي شادة بلاصتها حيت هي هي مطيعة هي ماشي بحالنا حنا هي ما تتعرفش هي لا
فهمتي؟ وحق لها شاده بلاصتها ودايره دورها وما عمرها الصباح شي نهار النضوء والصباح كسلانه ما فيها ما يخرج ولا ما بغاش تغرب ما يمكنش غادره تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم باش نعرفوا حتى اسماء الله الحسنى العزيز العليم وتشوف العزه اللي مسير الشمس داكشي مدقق بعلم ماشي بعشوائيه وبعبث زيد والقمر قدرناه منازل حتى هو داكشي مدقق باش نستافدو حنا من التوقيت حتى عاد كالعرجون القادري لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ما يمكنش كل واحد شاد براسو ما كاينش حوادث تسير شنو نقول لك السيده الشمس خرجت القمر ما عرفتش شي حاجه شي تخربيقه ما يمكنش كل حاجه غاديه شاد راسها بامر الله تعالى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك شاد كل شاد الفلك ديالو عرفتي شنو هو الفلك ديال الانسان ياك دابا النجوم كل شاد كل نجمة شادة ثلاثة القمر الشمس كذا كل حاجة في الفلك ديالها تدور داكشي اللي بغى الله تبارك وتعالى وبالسرعة باش بغى الله عز وجل الإنسان حتى هو مخلوق وعنده فلك الفلك ديالنا شنو هو حنا؟ الصلوات الخمس تدور على هذيك الخمسة تدور الصبح عصر المغرب العشاء وانت غادي في هذا الفلك بمعنى اللي ما تيصليش واش شاد شي فلك اللي ما تيصليش بحال شي نجمة عارفين غادي في خارج الفلك شو بعد شو دابا الطوموبيل غادي شوف هي الطوموبيل دابا غادي في الطريق واش هي خرجات البيست وغادي ما عرفتش هذاك الشيء غادي تتسنى شي تقريبا صافي مشات اما اللي شاد دارت ميتو راه غادي هذا كل فلك لان في الفلك ديالنا حنا هو الصلوات الخمس وخصنا نتقنوا هذا الفلك هذا بمعنى قد ما اجتهدنا وحسنا صلواتنا بركه وتنظرنا غير الصلوات الخمس ما زال ما وصلنا لديك قيام الليل ونبداو تنجيبو لكم السلاف وكان غادي يقوموا تشوفوا حاجه ديال الصلوات الخمس سيدي نقادوها بعدا عاد نهضروا على قيام الليل راس المال بعدا راه ما عندنا ما نبدلش بغينا نفطروا والله الا اشكال نبداو نهضروا على قيام الليل هذا كلام اخر هذاك بعيد علينا بلا ما نكذبوا على راسنا انا كاع مشيت وقمت الليل وانا باقي اصلا الصلوات الخمس ما مقاداش انا واقف في صلاه الفريضه وما كاينش كاع في هذا العالم وهاد المعاني اللي ذكرنا على صلاه الفاتحه وهدينا صلاه المستقيم ما كاين منها والو ايوا شنو مزيان هذا القيام اليوم الصلوات الخمس نحطوها هنا ونركزوا عليها ونجتهدوا فيها بركه علينا والله العظيم سنصل غير بالصلوات الخمس فقط ونحاول نسيك تكبيره الاحرام الصف الاول ونجتهد في الوضوء ديالها ونحيد عليه كاع المشوشات اللي ممكن تلقاني وانا غادي للجامع كما قال واحد قال لي كن بها حي كانك ميت لا يرتجي منه الغريب وسالا واجعل خروجك للصلاه خيالا قلت له بحال مخبي بحال هارب هي باش تمشي مركز على الصلوات ديالك هذا الشينوا تصور دابا الشينوا في الخدمه عندنا واش يديروا الشينوا فاش يكون غادي للخدمه تيدير واحد بحال الضرابات لانه دابا تيخرج من الدار مبرمج تيقول له غنمشي غادي ندير هذا البرنامج وهادي وغنحيد هادي واحد الفيروس هكا هكا داكشي ديال الاعلاميات تيمشي مبرمج ما تيبغيش يخرج يعني يشتت الدين ديالو باش يبقى مركز على هذاك المشروع تيمشي كاين شي دراسه تيقول حتى الدراري تيمشيو بحال مغمضين تيمشي للخدمه تيدير داكشي اللي برمج سير 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 فاش يكون راجع من الخدمه عاد تيبدا يشوف هذيك الساعه ربعه يرتاح لانه هو دار داكشي اللي خصو يدير انا الصلاه في الصلوات الخمسه هكا نستعدوا ليها وضوئها سواكها ايه فين السواك شحال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان غيفرضوا علينا ذكر ابن الملقين رحمه الله عليه في واحد الكتاب سميتو البدر المنير في تخريج احاديث الرافع الكبير هذا هو اللي يخص الحافظ ابن حجر في تلخيص العبير ذكر فوق من 100 حديث في السواك تصور 100 حديث فهذه السنه المهجوره يعني انت
تستعد انت غادي الصلاه ديالك معيطو السي واحد بمعنى عطي قيمه لهذيك الصلاه هو تيبان ليا الصلوات الخمس واكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا.